حادثة انهيار جسر الفلوج الحديدي في محافظة الأنبار وما نتج عنها من إصابة 3 أشخاص أثار جدلا واسعا وغضبا شعبيا بشأن الفساد في المحافظة وفشل المشاريع وإحالتها إلى شركات غير كفوءة وما يسببه ذلك من هدر للمال العام وتهديد حياة المواطن، وسط مطالبات سكان الفلوجة بمحاسبة الجهة المسؤولة عن انهيار الجسر. يعني هذا من يتحمل مسؤولية هاي الأرواح الناس اللي تروح بيها؟ شو وقت واحد يأمن يمشي على هي الجسور؟ يعني ما أعرف من اللي يتحمل هاي الجهة؟ من يتحمل الحكومة؟ يتحمل المقاول؟ يتحمل الشركة المنفذة؟ ما عاد يفتهم الموضوع. جسر يعني ما عاد يعني أول سيارة اللي عبرت عليه وقع. شلون العالم راح تأمن تمشي بذاك الجسر الباقي؟ بالدنق اللي باقي ذيك شلون العالم راح تأمن بيها وتمشي؟ محافظ الأنبار وتعليقا على انهيار جسر الفلوج الحديدي توعد بمحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة، مبينا أن التحقيقات الأولية بينت أن إدارة المحافظة السابقة تعاقدت مع مكتب استشاري للمشروع من أقرباء المقاول ولم تختر مكاتب رصينة، محملا الشركة المنفذة مسؤولية انهيار الجسر. بين ان إدارة المحافظة السابقة حالت المشروع الى شركة غير متخصصة وغير كفوة، ولدها والامر من ذلك انها تعاقدت مع مكتب استشاري اهلي من اقارب المقاول، وبالتالي سيتم التحقيق وإحالة المتسببين اللي هم المهندس المقيم والشركة المنفذة والمكتب الاستشاري. حادثة انهيار الجسر الحديدي قبل افتتاحه بأيام في مدينة الفلوجة تعكس حقيقة ما تعتبره الحكومة منجزات فيما يتسبب استشراء الفساد والمحسوبيات في استمرار نزيف المال العام على مشاريع ما بين متلكئة ووهمية وأخرى فاشلة بضياع مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2003 وحتى الآن.